مثلا شوف، مثلا ممكن مثلا انا بحب يعني العصائر اكثر، بحب عصائر يعني زي ايه العصير مثلا؟ بدل الاكل. يعني انت دلوقتي بتقول ايه هي العصائر اللي بتزود الوزن؟ والله شرب العصائر اللي انا هقولها لك ديت ممكن تساعدنا في ان احنا نزيد في الوزن. ايه يا دكتور احمد الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نزيد في الوزن من العصائر؟ عصير العنب، الفراولة، عصير العنب، الفراولة، العنب العنب، الفراولة، المانجا، الرمان، الخوخ، شرب عصاير طازجة طبيعية. تمام، يعني زي ما قلت لك كده، أول حاجة قلنا عصير العنب، المانجا، الرمان، الخوخ، عصاير طازجة طبيعية لم تتم إضافة السكريات المصنعة إليها، فشرب عصاير الفواكه المصنعة قد لا يمنح جسمك أكثر من جرعة إضافية من السعرات الفارغة.